الجامعة العربية في السنوات الأخيرة ربما أصبحت هناك جامعات بداخل الجامعة العربية، أصبح هناك ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي، أصبحت هناك الكتلة المغاربية التي تتعلق بالدول الثلاثة المغرب والجزائر وتونس. هذه التكتلات أصبحت تكتلات داخل التكتل الأعم، وأيضا هذه الجامعة أصبحت في حالة يرثى لها، وأنها أيضا تحتاج إلى إصلاحات هيكلية وإصلاحات في فكرة اتخاذ القرار. حتى لا نظلم الجامعة وأمينها العام، فإن الجامعة العربية ما هي إلا مجموع إرادات سياسية ل22 دولة عربية. حينما تتفق هذه الإرادات تتحقق القوة بالجامعة ومن دون الجامعة. إنما ما يعطي القوة لهذا يعني التنظيم الإقليمي هي الجامعة العربية، من أقدم التنظيمات والمنظمات في العالم، يعني يعطى له القوة والروح من التوافق العربي. إنما حينما نجد دولة من الدول من أسف أنها تحتضن أو تستقبل جناة إرهابيين أو محكوم عليهم هاربين من العدالة من هنا، فأين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؟ لقد أبرمناها سنة 98 ولم تنفذ حتى الآن. سيادة النائب، ونحن نتحدث عن حال القضايا العربية المختلفة، أفكر كثيرا لماذا لا تلقى الدعوة لمجابهة الإرهاب بشكل دولي قبول أو تحرك المجتمع الدولي، تحديدا منظمات عالمية زي الأمم المتحدة وحلف الأطلنطي وغيره من التحالفات والمنظمات الدولية والدول الكبرى، لماذا يعني لا تأتي هذه الدعوة بنتائج سريعة؟ للأسف الشديد أننا كنا ندعو إلى هذا يعني من سنوات عديدة لمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، ولكن العالم لم يتفق معنا ومع الدول العربية في مفهوم الإرهاب وفي تعريف الإرهاب. فهم كانوا يرون أن المقاومة التي يمارسها الشعب المحتل نوع من أنواع الإرهاب، ونحن كنا نصر على أن المقاومة حق مشروع بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة في أن الدولة المحتلة لشعبها أن يكافح كفاحا مسلحا ضد المحتل والمستعمر من أجل تحرير الأوطان وتقرير المصير. كنا ندلل على ذلك بسوابق عملية من الحرب العالمية الثانية التي ما كانت إلا أيضا دفاعا عن تحرير هذه الدول في أوروبا. هذا كان اختلافنا. ثم أيضا إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل اختلفوا معنا فيه. أيما كان، احنا كنا نبغي إلى عقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب تفرض على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، طبعا جميع الدول الأعضاء الذين يدخلون في هذه الاتفاقية التزامات، لأن الإرهاب جريمة منظمة، بمعنى منظمة وعبر وطنية، صحيح. أنها تتعدد أطرافها بين الدول، من منفذ في دولة ومخطط في دولة أخرى وممول في دولة ثالثة إلى آخره. فهذا التعدد في الأطراف يفرض ضرورة التعاون الدولي في مكافحة طيب الإرهاب. هل الخلاف بين أعضاء الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب في نهاية التسعينيات، هل هذا يعني هل جرى تغير في مواقف الدول فيما يتعلق بتعريف الإرهاب؟ والله حتى الآن العالم يعني معانا بالنسبة للنقط اللي بقول لستك عليها دي مش هتتفق معنا أبدا، وإحنا ما نقدرش نتنازل عن حق الشعوب المحتلة. عندنا فلسطين محتلة،
عندنا الجولان محتلة، عندنا الجنوب اللبناني فيه محتل، عندنا يعني الإمارات لها جزر محتلة، المغرب فيها جزء محتل، كل هذا. بس في دول بتتعامل بالطرق الدبلوماسية، وفي دولة زي فلسطين بتكافح، شعب مناضل. للأسف أن جزء من المقاومة فيه انحرف عن الطريق السليم وأصبح لا يدرك من ينفعه في من يضره، وأساء إلينا، ونحن كنا ندافع عن المقاومة بصفة عامة في كافة المحافل الدولية. حينما كنت أحضر محفلا من المحافل الدولية كان صوتي يرتفع في الشأن العربي والفلسطيني بالذات، لا سيما بعد حرب 2009 الغاشمة على غزة. وقفت في عمان في مواجهة الوفد الإسرائيلي الموجود، ووصفت هذا الغزو بأبشع الأوصاف، وحتى أن رئيس الوفد الإسرائيلي قام وقال إنني أرى صوت المصري أعلى من صوت الفلسطينيين أصحاب القضية. فرديت عليه قلت له نحن أيضا أصحاب القضية الفلسطينية. فإحنا يعني هذا الفكر للأسف الشديد نحن حتى بقينا نفتقده على المستوى العربي. صحيح. نحن لو نزلنا ونتكلم في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ألا احنا في ايه؟ احنا كل اللي احنا شايفينه ده أوطان وقعت. ده ابتدى في العراق في 2003 الغزو الأمريكي لما حصل بوش، يعني يا الله لا يسامحه طبعا فيما ارتكبه، لأنه الشعب الأمريكي أدانه، وبلير الشعب البريطاني أدانه، اعتذر عن أخطائه، اعتذر، وما ينفع الاعتذار بعد أرواح الشهداء. صحيح. يعني شهداء من أبناء العراق، العراق ضاع منها 1.5 مليون شهيد ضحايا هذا الغزو. سيادة النايب هنخرج فاصل، مستمتعين بالحوار مع حضرتك، هنخرج فاصل ثم نعود بعد قليل لنستكمل هذا الحوار المهم عن حال الأمة العربية وقضاياها. ابقوا معنا.